إله الله يقينا من أحاديث البخاري تقينا الأربعين تملأ النفس سرورا تنشر الحق المبين ملئات حكما وعلما عن إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. وبعد، مشاهدي الأكارم، لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجملها من أحاديث مع الأربعين البخارية. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نتكلم عن حديث فيه بيان لعظمة تعلم كتاب الله وتعليمه للناس. هو الحديث الشهير المعروف عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهما شقان مباركان: تعلم القرآن ثم تعليمه للناس، أي حتى نلنا الخيرية المنشودة بإذن الله سبحانه وتعالى. قبل أن نتكلم عن بعض فوائد هذا الحديث المبارك، لابد أن نتعرف على ذي النورين عثمان بن عفان عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ذو النورين عثمان بن عفان هو الرجل الحي الطاهر النقي العابد الذي صلى إلى القبلتين، الخليفة ذو النورين عثمان، كما قال بعض أهل العلم: لا يعلم في الأنبياء كلهم أن رجلا في تاريخ الأنبياء جميعا أن رجلا تزوج ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فهو ذو النورين، النور الأول والنور الثاني، زوجه الله تبارك وتعالى، زوجه النبي عليه الصلاة والسلام رقية، فلما توفيت زوجه أختها أم كلثوم رضي الله عنهما وأرضاهما، وهذا شرف عظيم. ويذكر في بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما توفيت أم كلثوم لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها عثمان. الله أكبر، عثمان بن عفان عليه رضوان الله تبارك وتعالى أسلم قديما مع الأوائل، لما أسلم وكان إسلامه على يد الصديق، فهو حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاه. لما أسلم أخذه الحكم ابن أبي العاص، الحكم ابن أبي العاص وهو عمه، فوثقه رباطا، ربطه وخلاه هكذا، قال: لن أطلقك حتى تترك هذا الدين. قال: والله لست بتاركه ولو فعلتم ما فعلتم. فلما رأوا إصراره تركوه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. عثمان بن عفان فضائله كثيرة، يكفيه شرفا أنه خليفة النبي عليه الصلاة والسلام، يكفيه شرفا أنه ذو النورين، يكفيه شرفا رضي الله عنه أنه من العشرة المبشرين بالجنة، يكفيه شرفا رضي الله عنه أنه اشترى بئر رومة. لما وصل المسلمون إلى المدينة كان ثمة أزمة مياه، كان أزمة على الماء، كان واحد اليهودي عنده بئر ماء، بئر رومة، هو اللي كان يبيع لهم الماء، واستغل الفرصة فكان يبيعهم الماء بأغلى الأثمان. هذا الوضع مش مليح. النبي عليه الصلاة والسلام حث الناس على شرائه، فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر رومة وله الجنة. فاشتراه عثمان بن عفان بحر ماله وجعل دلاءه في دلاء المسلمين. الله أكبر، يعني عمر كما عمر الناس، يملأ الدلو كما يملأه غيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو من أهل الجنة بنص هذا الحديث. أيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز جيش العسرة فله الجنة، جيش العسرة غزو تبوك، من جهزه فله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله عنه بحر ماله. قال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. يكفيه شرفا أيضا أنه جمع القرآن العظيم بموافقة من الصحابة الكرام، قاطبة رضي الله عنهم وأرضاهم. عثمان بن عفان ترجمته حافلة جدا، قتل مظلوما فسقط دمه على مصحفه وهو شيخ كبير، اقتحم الثوار
المنحرفون اقترحوا هجموا على بيته وقتلوه رضي الله عنه، فما حاربهم وصبر وهو يقرأ القرآن، فسقط دمه على مصحفه على قول الله تبارك وتعالى: فسيكفيكهم الله. رضي الله عنك يا عثمان. عثمان يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث المبارك: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله أكبر، خيركم. هنا يبين لك النبي عليه الصلاة والسلام من هو أفضل الناس، من هو خير الناس. سبق معنا: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وهنا: خيركم من تعلم، أفضلكم، خيركم من هو؟ من تعلم القرآن وعلمه. الشق الأول يتعلم، الشق الثاني يعلم، يعني ماشي يتعلم لنفسه وانتهى الأمر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من حفظ القرآن وحفظه، ليس هذا فحسب. فتعلم القرآن أن تقرأه، أن تحفظه، أن تتعلم أحكامه، أن تتعلم أوامره، زواجره، إلى آخر ما هنالك، وأن تعمل به وأن تعلمه الناس. حفظك الله. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أبو عبد الرحمن السلمي عليه رحمة الله عز وجل جلس في المسجد يعلم الناس القرآن أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة. فلما قيل له في ذلك كان يقول: هذا الحديث هو الذي أقعدني مقعدي هذا. والرجل كان نابغة، استطيع أن يكون مفتيا قاضيا إلى غير ذلك، لكن لا، جلس يعلم القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سفيان الثوري عليه رحمة الله تعالى يسأل: أيهما أفضل، الجهاد في سبيل الله أم تعليم القرآن؟ ففكر ونظر ثم قال: تعليم القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا النفع العظيم المتعدي لتعليم القرآن لا يدرك أغواره ولا يعرف حقيقته إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. نفع عظيم جدا. القرآن العظيم هذا يرفع شأن صاحبه في الدنيا والآخرة، والله الذي لا إله غيره. والقرآن هذا لنا جميعا، لا ينبغي الإنسان أن يتذرع بأنه ما يقرأش مليح. هو قال النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة الماهر، بصح ماشي كاع الناس ماهرين، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران: أجر القراءة وأجر هذه المشقة التي يجدها في القراءة. أبشروا جميعا، إذن اقرأوا واحفظوا وتعلموا القرآن العظيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما عندنا حتى حجة في هجر كلام الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، معرض لكل سوء. البيت الخرب معرض لكل سوء، وأنت قلبك معرض لكل سوء وهو أمير البدن، كيف تتركه هكذا خربا؟ الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. هكذا قال نبينا الناصح صلوات الله وسلامه عليه. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أي والله، ربي يرفعك بالقرآن الكريم، يرفعك في الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كان يأمر بدفن 2 و3 في القبر الواحد، ويقول: قدموا، أي للقبلة، قدموا أكثرهم قرآنا حتى بعد الموت. ثم يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالله الله في الاهتمام بكلام الله تعلما وتعليما، تعلما وتعليما. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ورحم الله الإمام ابن الجزري إذ يقول: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشرف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. نعم، قرآن يدافع عنك يوم القيامة، شافع مشفع وماحل مصدق. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن الكريم يدافع عنك بين يدي الله تبارك وتعالى. القرآن يجعلك إن شاء الله تعالى في عليين. القرآن الكريم فضائله كثيرة تجعلك إن شاء الله تعالى، أو قراءته واهتمامك بالقرآن الكريم يجعلك من أهل الله الذين هم أهل القرآن، أهل الله عز وجل وخاصته.
ربي وفقني وإياكم للاهتمام بكتابه تعلما وتعليما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم على حسن الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا غيث لقلوب زادها الله.